أن يصلي سنة الوضوء، ولكنه توضأ بعد عصر الجمعة ليصلي لأجل الدعاء، فما رأيك؟ هذا لا يجوز. إذا كان ليس من عادة الإنسان أن يصلي إذا توضأ، لكن توضأ لأجل أن يصلي، هذا حرام، لأن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت حرام، والوضوء للحرام حرام، فلا يجوز أن يتوضأ لأجل أن يصلي. لو كان يجوز أن يتوضأ ليصلي لم يكن للنهي فائدة. لكن إذا كان ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، وفي يوم الجمعة توضأ وتقدم إلى المسجد، فهذا لا بأس به، لا بأس، لأنه ونعم يصلي تحت المسجد ويدعو ما شاء.